السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم أخواني، وأهلا وسهلا بكم. اليوم احنا عندنا أحد المقامات الجميلة والأساسية والرئيسية بالمقامات العربية. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات من العراق. الشربيكم وأهلا وسهلا بكم. واليوم عندنا درس جديد هو مقام السجا، وهذا المقام اللي هو يبدي من درجة الميكار اللي هي طبعا الإصبع الأول على الري. والآن أعطيكم السلم مالته وتقسيم بسيط عليه. لا تنسون الدورات، رقم الواتساب موجود أسفل الفيديو. هذا اللي يحب يشترك بدورات تعلم العود والغناء العربي من خلال رقم الواتساب موجود أسفل الفيديو، وتقدرون تراسلوني، وهي 8 محاضرات شهريا. نجي لسلم السيجا. السيجا طبعا أول ما تبدي أنت تبدي تخلي هذا الميكار هنا، غير تأخذ بالإصبع الأول عمود، يصير عندك الميكار، يصير عندك بالإصبع الثالث. شوف فانت شو راح تتمرن عليه بالأود؟ تتمرن بعد يشتير سلم السيجا. ممكن تتمرن عليه سكال، هو يعني سلم، وتقدر تتمرن عليه وتروح وتصعد وتنزل. أهم شيء الاسترخاء يكون عندك، وفهم التمرين والتركيز بعملية التمرين، ولا تستعجل في قضية أنه أنا ما بقى عندي وقت واني بعد قدام. ملاحظة جدا مهمة هي أنه أنت بتتعلم العود حتى بتدخل دورة، في ناس يسألوني أن يقولون من نفس الشهر احنا راح نتعلم، يعني راح نعزف كذا. هي خطوات، هي يعني إذا أنت تتمرن يوميا طبعا تبدي تعزف، بس مو بالمستوى اللي ريده، لأنه هي الموسيقى بحر. كل شهر أنت تأخذ محاضرة. تحياتي لكم، لا تنسون الاشتراك بالدورات الموسيقية، لا تنسون اللايك والاشتراك، ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.